أكدت السيدة ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين اتخذت عددا من الإجراءات والقرارات التي تدعم حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق فئة كبار السن بشكل خاص في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. وأوضحت خوري أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال موقعها الحقوقي ومن منطلق مسؤولياتها الرقابية واختصاصاتها المنوطة بها بموجب قانون إنشائها اطلعت عن كثب على تلك القرارات والإجراءات على آلية تعامل الجهات المختصة تجاه فئة كبار السن لضمان حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. أشارت إلى بعض الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، ومنها تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط، وتوصيل أدوية المرضى وكبار السن إلى منازلهم، إضافة إلى تأمين عودة المواطنين المتواجدين في الخارج والراغبين في العودة إلى البحرين مع إعطاء الأولوية لفئة كبار السن. نوهت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن المملكة اتخذت الكثير من الإجراءات التي لم تخصص تحديدا لفئة كبار السن، لكنها تصب نحو ضمان سلامة هذه الفئة تحديدا.